أكبر منك ب7 سنين وخدتك من مراتك، مبروك عليك خطفت الرجال يا كيمو. رد فعل صادم من أسرة زوجة أكرم توفيق الأولى بعد زواجه عليها. جدل كبير أثاره أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي بعد الساعات اللي فاتت بعد إعلانه لجوازه للمرة الثانية على مراته الأولى وأم ابنه. فتعرض أكرم للانتقادات من المتابعين والجمهور الكروي وكمان من أسرة زوجته الأولى، واللي بدأوا يهاجموه من خلال حساباتها على السوشيال ميديا، ومنهم أخت زوجته الأولى واللي كشفت سر سبب جوازه على مراته. فيا ترى إيه الحكاية؟ البداية كانت مع ستوري جديد نشرها أكرم توفيق من خلال حسابه الرسمي على انستجرام، صورته هو ومراته الجديدة البلوجر هدير أبو نار، وعلق عليها مراتي في إعلان رسمي منه على موضوع جوازه منها على زوجته الأولى. بدأ الجمهور يسألوا مين هي هدير أبو نار اللي خطفت قلب أكرم توفيق وخلته يتجوزها على مراته الأولى، وده اللي سبب جدل كبير جدا بين المتابعين والجمهور وخاصة الجمهور الكروي، خاصة إن أكرم أعلن جوازه منها على زوجته الأولى اللي اتجوزها في 2020 وعنده منها ابن وحيد اسمه توفيق. وبعد إعلان جوازه التزمت زوجته الأولى الصمت تماما، لكن أختها قررت ترد عنها خاصة بعد ما أكرم توفيق كسر بخاطرها واتجوز عليها. ونشرت أخت مراته صورة أكرم ومراته التانية على ستوري على حسابها على انستجرام وعلقت وقالت ألف مبروك يا كيمو، مبروك عليك خطافة الرجالة، أكبر منك ب7 سنين دي صح، ألف ألف مبروك، طمني أخبار، قال الله وقال الرسول، إيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، مبروك عليها هي كمان لاعب الكورة، لعبتها صح، ذنب سميرة وتوفيق ابنها في رقبتك ليوم الدين، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ومش مكسوف الناس تشوفها والفرق بينك وبين مراتك 12 سنة. أما أكرم توفيق فتجاهل تماما الرد على أخت مراته بعد الصورة اللي نشرتها والكلام اللي قالته عليه وعلى مراته الجديدة، وكالعادة انقسموا لفريقين، فريق شايف إن دي حياة أكرم توفيق الشخصية ومحدش ليه حق يتدخل فيها حتى لو كان لاعب كورة مشهور لأنه ما عملش حاجة غلط ولا حرام لأن الشرع محلل 4 وحقه يتجوز. فريق تاني شايف ان اكرم توفيق شايف انه غلط في حق مراته وانها وقفت جنبه وقت ما كان لسه بيبدا، واول ما بقى معاه فلوس عمل زي كتير من لاعبي الكوره التانيين راح اتجوز عليها وكسر بخاطرها. واتفاعل الجمهور مع ستوري اكرم توفيق وقالوا مش فاهمين ايه دخلكم في حياه اكرم توفيق الشخصيه، ايوه يعني عايزين ايه من اللاعب، ولو اتجوز تاني فيها ايه، هل ده حرام ومخالف لشرع ربنا، هل البنت اشتكت، مفيش اي حاجه، يبقى خليكوا في حالكوا وملكوش دعوه بحد. اكرم توفيق باع البنت اللي وقفت وكافحت معاه وصبرت معاه من وقت ما كان لسه ناشئ واستحملته، هل يا ترى الزوجه الاولى هتكمل معاه ولا هتتطلق، يا ترى ايه اللي هيحصل الايام اللي جايه، شاركونا برايكم في الكومنتس.